بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من صوتكم من استوديو التاسعة من قناة الفلوجة الفضائية الغراء، ونرصد لكم شأننا العراقي حتى لحظة دخولنا الاستوديو في الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة بغداد. واليوم نبدأ مع مكون أساسي ورئيسي من أبناء شعبنا العراقي الكريم، مع الصابئة المندائيين وعيدهم الكبير. فاليوم إذن أبناء شعبنا من الصابئة المندائية يحتفلون بالعيد الكبير دهو ربه الذي يوافق عيد رأس السنة المندائية، وإننا إذ نهنئهم بالعيد فإن علينا أن نذكر دوما بأن الصابئة المندائيين هم واحد من أهم المكونات الأساسية لأبناء شعبنا العراقي. لا ينظر إلى عددهم، وإنما ينظر إلى دورهم وفعلهم تاريخيا وماضيا وحاضرا ونحو المستقبل إن شاء الله. أبناء الطائفة المندائية طبقا لتقويم المندائية، كما توجه اليوم الزعيم الوطني جناب الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة وزعيم أهل السنة والجماعة في العراق بالتهنئة والتبريكات لأبناء شعبنا العراقي الكريم من المكون الصابئي المندائي بمناسبة احتفالاتهم بالعيد الكبير دهو ربه الذي يوافق عيد رأس السنة المندائية، متمنيا لهم عاما جديدا سعيدا وهم يحتفلون إن شاء الله في وطنهم العراق الذي يفتخر بهذا التنوع المتميز، وكذلك بدور أبناء المكون الصابئ المندائي في رسم خطوط الأمل لمستقبل يوحد جميع أبناء شعبنا العراقي بمختلف قومياتهم وطوائفهم من أجل بناء هذا المستقبل لأجيالنا جميعا. وكل عام وأنتم بخير وعز وبركات إن شاء الله. حقيقة يسرني أن يكون معي على الهواء مباشرة جناب الريشمة ستار جبار الحلو، رئيس الطائفة الصابئة المندائية ورئيس هذا المكون الأساسي من أبناء شعبنا، الذي يسرنا أن يتحدث على الهواء مباشرة عبر برنامج استوديو التاسعة من قناة الفلوجة. فضيلتكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وكل أبناء شعبنا من المكون الصابئ المندائي بخير وعز وبركات، سواء في العراق أو في المهجر بكل مكان من العالم، حياكم الله. باسم الحي العظيم، شكراً أستاذ أنور الحمداني على كلماتك الطيبة الرائعة بحق إخوانك الصابئة المندائيون، هذا المكون الأساسي من مكونات الشعب العراقي، هذه الباقة الرائعة التي عاشت آلاف السنين بمحبة وتآزر وتعاون. وشكرا إلى قناة البغدادية والأستاذ خميس الخنجر على تهنئتي. كما وإحنا أيضا نحييك من الفلوجة مدينة وقناة بكل كوادرها وكل أهلها الذين يحبون الصابئ المندائيين. الفلوجة دائما ما تعتز بالصابئ المندائيين كمدينة، وأنا شاهد على ذلك بكثير من الحوادث. نعم نعم أستاذ، شكرا لك ولهذه الفلوجة الكرام ولكل مكونات الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. الله يبارك بك فضيلتك. هذا العيد عن الأعياد السابقة، هل من جديد؟ هذا العيد هو بداية السنة المندائية، بداية تصلب الأرض وتجميدها من قبل الحي العظيم مبارك اسمه، وهي بداية
بداية تكوين عالم الأسرار العالم المادي، ويعتبر هذا بداية السنة المبدئية الجديدة. نقوم بعميد الصباغة في الماء الجاري، وكذلك توزع الصدقات وطعام الرمضان إلى المتوفين، ونعتكف في هذا اليوم لمدة 36 ساعة لا يسمح لنا بالخروج خارج البيت. يعني هذا الاعتكاف ضمن الطقوس الدينية اللي يقوم بها كل من دائي سواء في العراق أو خارج العراق، لو يقوم فيها فقط رجال الدين، يعني بصفتكم رئيس لهذه الديانة في العراق والعالم. العيد يسمى كنشي وزهري باللغة الآرامية. كنش يعني كابشنات وزهد يعني نظف أو تتطهر، وبالتالي كل أبناؤنا ورجال الدين ملزمين بهذا اليوم بالتطهير والاعتكاف، يشمل كل أبناء طائفة الصابع المندائيين في العالم. نعم. هذا فضيلتك الآن إيش قد عدد أبناء شعبنا من الصابع المندائيين بقوا بالعراق؟ والله ليس هنالك من عدد محدد إحصائية، ولكن العدد بحدود 20 إلى 25 ألف فقط. كل بقوا 25 ألف. نعم، 100 ألف هذا الذي بقي نتيجة هذه الهجرة اللعينة التي أخذت منا ومن كل مكونات الشعب العراقي. نعم، يعني نقدر نقول اللي هجروا من العراق بحدود 100 ألف، يعني أنا هيك أفهمها، فهمتها صح؟ لا يعني أكثر من نصف. أكثر من نصف مليون اللي هجروا من الصابع المندائية خلال 20 سنة؟ نصف العدد. أكثر من نصف العدد. يعني أكثر من 50 ألف. نعم. هجروا. وين صارت حقوقهم؟ أملاكهم انباعت؟ بقت؟ شنو اللي صار؟ يعني كثيرهم كانوا يشتغلون مثلا يعني خاصة بالعمارة يشتغلون بالذهب أو بالناصرية أو بغير مكان، يعني بقوا تجارتهم وصناعة الذهب لو تركوها؟ هنالك بعض ضعاف النفوس حشى المجتمع الكريم حاولوا أو استولوا على أملاك وعقارات، ولكن كانت وقفة الحكومة والتيار السيد مقتدر الصدر والتيار الصدري بإرجاع ممتلكات الأقليات الدينية وقفة جادة جزيل الشكر والإحترام، كما وجه السيد النائب أسامة البدري في كتاب إلى دولة رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية بإخراج المتجاوزين، وكذلك وجه إلى القضاء بضرورة حسم الملفات العالقة للممتلكات المغتصبة لأبنائنا بإذن الله تعالى. عندك كلمة تحب توجهها لكل العراقيين على الهواء مباشرة أو للحكومة للبرلمان رئيس الجمهورية، عندك كلمة معينة فضيلتك؟ شكرا أستاذ أنور. بداية بودي أن أشكر كل السادة المهنيين بدءا من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ودولة تقديم حكومة كردستان والسادة النواب والسيد سميث الخنجر وكل رجال الدين الأخوة الذين اتصلوا وبعثوا التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا بلدنا الحبيب العراق، علينا أن نكون متكاتفين متعاونين، أن نضع يدنا في بعض لكي ينهض بلدنا الحبيب. والخطوات الجادة التي اتخذها السيد دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نشد على يديه ونبارك له هذه الخطوات الجادة لمكافحة الفساد والنهوض بواقع بلدنا الحبيب برغم التركة الثقيلة التي كانت على عاتقه. الله يبارك بك ويسلمك، وتحياتنا من خلالك لكل أبناء شعبنا من الصابع المندائيين. فضيلة رشمة ستار جبار حلو رئيس ديانة الصابع المندائية في العراقي والعالم أجمع، شكرا لفضيلتكم، بارك الله بكم، شكرا جزيلا. حقيقة في رصدنا أيضا يعني أريد أتحدث اليوم عن موضوع يعني مؤلم. مؤلم ليش؟ لأنه أن يضطر نيافة الكاردينال لويس رافائيل ساكو بطريرك الكلداني الكاثوليك في العراق أن يغادر
مكرها لمقره الكاردينالي في بغداد متوجها إلى أربيل نتيجة ما أسماه من استهداف له ولأبناء شعبنا المسيحي خاصة الكلدان الذين يشكلون بحدود 80% من أبناء شعبنا المسيحي باختلاف طوائفهم في العراق. احنا بهذا الموضوع من استوديو التاسعة صوت الناس نقول ارجع لي هسه طلعت الصورة. احنا نرفض كمواطنين عراقيين استهداف أي مواطن بسبب قوميته أو ديانته، وإننا نؤمن بأن العراق هو مجموعة عراق، وبالتالي علينا احترام جميع هذه القوميات وهذه الديانات وهذه الطوائف. نيافة الكاردينال لما يضطر يغادر بغداد ويروح يستقر بأربيل بسبب موضوع يتعلق بموقف اتخذ من قبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وأنا أعتقد والله أعلم بمعرفتي بالسيد رئيس الجمهورية وبمعرفتي بالطاقم المحيط بي، المشكلة مو برئيس الجمهورية، المشكلة بمستشاريه. يعني سحب المرسوم الخاص بنيافة الكاردينال لويس رافائيل ساكو بني على أسس معينة رئيس جمهورية جزء ما كان يدري بيها، ولهذا شفنا اليوم رئيس جمهورية من التقى القائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان لدى العراق الأب تشارلز لوانغا سونا استعرض وياه يعني دواعي سحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لعام 2013، لأنه الموضوع أجي أنا أخرج أطلع بالمادة يرحم والديك يعني، ورئيس الجمهورية أكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس وبالوضع الديني أو القانوني بالكاردينال الكاردينال لويس ساكو كونه معينا من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وأن السحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري الصدر المرسوم المذكور دون سند دستوري أو قانوني فضلا عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى لإصدار مراسيم جمهورية مماثلة، مؤكدا تقديره واحترامه لنيافة البطريرك لويس ساكو لويس رافائيل ساكو. لكن أنا أريد أقول كلمة، أول شيء المرسوم إلى 2013 سيادة الرئيس، من 2013 اليوم 10 سنين. ثانيا نيافة الكاردينال هذا منصب ديني محدد من زعيم الديانة المسيحية بالعالم من بابا الفاتيكان، وإحنا لما أجينا أصدرنا مرسوم ما هم نفسهم مستشاريك كانوا مستشارين اللي قبلك واللي قبله واللي قبله، يعني اللي ما صدروا المرسوم المستشارين وخلوا الرئيس يوقع عليه بال 2013 من كان دكتور فؤاد معصوم، اعتقد مو كان دكتور فؤاد معصوم لان هو بوقتها غادر الله يرحمه رئيس جلال، بس ما اعرف منو صار فرغ المكان فتره، فمنو كان رئيس ما اعرف منو كان رئيس يعني، لكن 10 سنين هسه اكتشفتوا هذا الخطا وبظل هالوضع المتوتر. طيب سياده الرئيس شنو المنعك ما تدعو نيافه الكاردينال تلتقي يا اخي؟ ليش يصير مواقفكم بالمواقف يعني ورقيه؟ مو الله سهل وسائل الاتصال وخلى اللي احنا نسميهم كفرة يسوون لنا تقدم بوسائل الاتصال، صار تليفون وصار اكثر من التليفون وصار عندك منصات تواصل اجتماعي وصار عندك زوم وما ادري شو اسمه تفتح وياه كاميرا وتحكي وياه اذا تريد تجتمع وياه اذا ما تريد تلتقي. فانا اقول بعد هذا اللقاء اللي حدث اليوم يفترض ليس فيها عيبا انه السيد رئيس الجمهورية يسحب قرار الأخير ويرجع المرسوم، ونيافة الكاردينال شخصية محترمة شخصية عراقية أصيلة، وبالتالي
إذا أكو موقف من بقية رجال الدين يجب أن يكون عن طريق مؤتمر، خلي يعقد مؤتمر كبير لكل رجال الدين ويقررون بقرارهم. أما إحنا نتدخل كإداريا ودستوريا، يفترض إحنا نحترم المكونات واختياراتها، هو مرجعية بالنسبة لهم، إحنا شنا علاقة يعني، إحنا ليش نتدخل؟ إحنا حماة الدستور، اللي يختارونا شعبا نحترمه، اللي يختارونا طائفة نحترمه، يعني شنو إحنا نطرئي؟ ما من حقنا نطرئي، طائفة اختارتها أنت خلص، أنت حامل الدستور تحمي على الأسس الصحيحة. يعني والله ترى 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 مثيرة للانتباه، ليش أربيل تحتضن كل القوميات والطوائف، ليش إحنا نهجرهم؟ يعني مو من المنطقية إنه حكومة إقليم كردستان حتى لمن تبقى من أبناء الديانة اليهودية مسويت له مكتب ومسويت له موقع رسمي ضمن الأوقاف في إقليم كردستان، حتى أبو الديانة اليهودية مسويت له موقف ومركز واحترام، شبين إحنا بس هجر هجر هجر؟ يا أخي ما يصير هذه. هذه إذا إحنا خطأانين ليس فيها عيبا أن نتراجع عن قرارنا ويبقى الرجل محترم. وأنا أريد أقول له المقر والكرسي البابوي في بغداد والكرسي البطريركي موجود بوجودك نيافة المطران، نيافة الكاردينال عفوا، وإذا أي تغير آخر فهو الشعب يختاره، اللي هو جزء أساسي من الشعب العراقي. وكل التحية والاحترام لنيافة البطريرك روفائيل، لويس روفائيل ساكو. هاي خلص حتى رسالتنا تصير واضحة. أنا وراها اليوم سمحت السيد مقتدى الصدر عزه الله وجه رسالة باختصار. احنا كلنا نعرف اللي صار قبل يومين. قبل يومين صارت إساءات متواترة من محسوبين، من محسوبين. دول المحسوبين على منو؟ محسوبين كما يفترض على بعض جهات الإطار. الإطار طلع قال والله يا عمي، وحزب الدعوة قال عمي ذولا ما يمثلوني، لكن أنت من تحتضنه لازم هنا نسأل، هل يفترض تراقبه على الأقل، تراقبه ايش يسوي. فلما صارت إساءات يعني الصدريين هم ذولا الصدريين. أريد أحكي حكاية، أنا كعراقي لست منتمي لأي حزب سياسي ولأي موقف سياسي، لكن منتمي للعراق. فوالله عمي اللي يشتغل صحيح نعم انا اوقف وياه، واحنا ما جاي نتعامل ويا البشر انه نكره البشر، وانما احنا نحب ونحترم مواقف الرجال ونسجل ملاحظات على مواقف اخرى قد تجعلنا في مواجهة مع بعض لبعض الرجال. لكن من تجي على الصدريين عمي رجال 100% عراقيين 100%. احترم تحترم، احترم تحترم. هذه رسالة سماحة السيد مقتدى الصدر اللي الصدريين نعم ماشيين على كل العراقيين مو مثل الصدريين، يعني سبوا كل العراقيين، بقية قصد البقية الآخرين مو مثل الصدريين. الصدري لا والله تحترمه يحترمك، ما تحترمه خلاص تلقى جزائك، وهذا حق. أنا أتمنى الباقين يصير عندهم هيك روحية، أتمنى يعني أتمنى انه خلاص اللي يهدي لي ورده اقول له عفارم شكرا جزيلا، لكن اللي يهدي لي كلمه مو زينه اطقه بالقانون، ما حق اروح اسد بابه اقول بالقانون انت مسدود بابك. فاليوم سمحت السيد مقتدى صدر راح زار احد المقرات في النجف ووصلهم رساله قال لهم يا جماعه انا ضد الاعتداء، بس رساله تسامح ومحبه. خلينا نشوف هذا الفيديو وراح اسالهم تضررت شيء صار شيء، لانه هو هنا يتصرف كاب للكل عندما نتحدث عن نجف الأشرف ودوره في نجف الأشرف. علي للصوت. مرات قرصة الإذن مطلوبة، يعني أنت لازم تنبه صاحبك تقول له أخويا سكتت لك مرة ومرتين وثلاثة،
بس من نزيدها ما يصير، لا تعتقد أنه من نزيدها الناس تسكت. ولهذا سماحة السيد مقتدى الصدر عزه الله وجه دعوة إلى أن يصير تجريم للمس بالشخصيات والمرجعيات الدينية. تمام، وهذا الموقف يفترض بعض الجهات بالبرلمان راح تتبناه، لكن خلي يسمح لي سماحته أعزه الله وخلي يسمحوا لي الكل، نحن في استوديو التاسع لنا كلمة، نحن نطالب بتجريم كل فعل وكل قول يمس مثابات المجتمع العراقي وثوابته الدينية لكل أبناء الشعب العراقي باختلاف قومياتهم ودياناتهم وطوائفهم، كلها لازم احنا نجرمها تجريم تام. لأنه أنا والله من جاي أشوف، وإحنا جاينا إن شاء الله شهر محرم الحرام، يعني هذه الذكرى الأليمة لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حنشوف بعض المنتفعين الذين اتخذوا من للأسف الشديد من هكذا طقوس وعبادات وجهوها إلى المس بصحابة النبي الأكرم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وصحبه أجمعين، أو بمس بأمهات المؤمنين، أو بالتعدي على العظمية وأهل الكرام وعلى الإمام الأعظم علي رضي الله عنه وأرضاه. هل هذه ما يفترض يصير لها تجريم؟ لا والله يفترض يصير لها تجريم. واستغلال البعض للمنبر الحسيني بقدسيته لتوجيه رسائل أو ردات أو قصائد بها مص طائفي، هذه يفترض أيضا تجرم. ولهذا أنا أدعو الجميع في البرلمان رئاسة ورئيسا الأخ محمد الحلبوسي وأعضاء بتجريم كل هذه الأفعال. هي فرصة، هي الآن صارت فرصة أنه نعم نقعد نقول يا جماعة أنت تريد رجعون للمربع الأول، مو كافي، خلاص نجرمهم كل ذنه ونطلع لي قدام، اللي يعجبه يعجبه، اللي ما يعجبه كشفوا للرأي العام قولوا عمي هذا ما يعجبه، إذن هذولا اللي جاي يمسون طائفيا دولة معروفة شنو أهداف. هذا نرجو يعني حقيقة. أنا وياي مباشرة من بغداد فضيلة الشيخ الدكتور عداي الغرير رئيس أئمة وخطباء الاعتدال في العراق. فضيلتكم حياك الله ويا مرحبا بك والسلام عليكم في استوديو التاسع وقلاة الفلوج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أنور، مرحبا أبو عزت، أهلا وسهلا. والله أنا وصلتني رسالة يقولون يعني أنت شو ما تروح لا للأنبار لا للفلوجة، لا تروح يم عمامك الغرير بحديثة، لا شو القصة، يقولون قاعد بس مكانه ما يجينا. أدري يعني أهل اليوسفية واللطيفية تحبهم أكثر منها الحديثة ولا الأنبار ولا الفلوجة، هاي نقطة عليك، جاوب بالله عليك جاوب. لا والله مسوي، أنا هسه مسوي جولة على الحجاج، جاي يجون ما جاي يروح، يجي من الحجة نروح عليه. لا هسه إذا واحد هو ما يسوي لك دعوة شلون يعني، يقول لي يجي بدون عزيمة يقعد بدون فراش. فضيلتك الدعاة تتروحون ما حد يدعوكم، هاي مجاوبني بها بالله عليك. لا مو هسه مو أنا عندي بالأنبار من الأنبار عندي 2 نسوان، إذا أروح يم هذول لازم أبعت باليوم الثاني. لازم عدالة طبعاً عدالة. فضيلتك متفضل إذا أسمع من عندك كلمة بالبداية عن تجريم الأفعال والأقوال الطائفية، رأيكم فضيلتك. بسم الله والصلاة والسلام على المصطفى وبه وكفى. حقيقة من الشيء المحزن والشيء المؤسف، إحنا الآن البلد الذي نعيشه يعني إحنا هسه ما نعرف أنفسنا، كأنه قانون عندنا قانون هالوكو، قانون المغول، ما نعرف يعني، صار حي سبيس، كل واحد يصرح من ذاته وكل واحد يفعل من ذاته وكل واحد يسوي له ميليشيا من ذاته وكل واحد يعتقد من ذاته، يعني أشياء القوانين الآن عندنا كأنه سايبة، ما لها حدود، القوانين لها مطاطية،
وبعدين إذا مثل يقول إذا سرق بني إسرائيل يقول إذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد، وإذا سرق بهم الشريف تركوه. إحنا إذا واحد فقير هسه كلها إذا سولف لك سالفة أنت هسه كل القوانين تصير عليك، بس إذا واحد له رفعة عند الناس أو عند القوم أو يعني عنده كلمة رادود يسيب أو كذا، هذا لا يطلع، هذا لازم يعبر القانون. ما ولذلك احنا الان عايشين بين التضاد، يعني احنا بنفس النهار نهار وليل، ظلمه وبياض، ما نعرف راسنا من رجلينا. ولذلك صار حيس بيس، البلد كله صاير حيس بيس، ما تايه عندنا الشغله. نعم. طيب فضيلتك، يعني ربما يعني السؤال اللي صار على مناره مسجد السراج بالبصره حقيقة يعني اختلفت وجهات النظر واختلفت الأقاويل، الصح وين؟ شنو اللي وصلك؟ هو استاذنا العزيز، استاذي أبو عزت، احنا أشوف أكو سؤال وأكو جواب. أنا أسأل وجواب واحد، شلون هسه مثلك واحد، عفوا ماكو صوت؟ لا صوتك واصلني. كل مشكلة بالصوت. أنت شلون هسه واحد اكو واحد هسه انت تقول له السلام عليكم يقول لك والله خالتي مريضه، لا حول ولا قوه، تقول له عمي السلام عليكم يقول لك والله انا عمي مريض، يابا انا جاي اقول لك السلام عليكم، شنو علاقه عمتك شنو علاقه خالتك؟ انا اي غير رد السلام، انا جاي اقول لك يا اخي نعم هسه احنا تكلمنا بهذا الموضوع، قلنا عمي هو المشكله التجريم الذي اصاب انه المشكله هي المناره، يعني هي الصوت بالمناره، احنا خمان المهندس بريء، هي المناره اعتدت على التخطيط العمراني سواه المهندس ودخلت انفسها بنص الشارع، اذا من المتهم؟ المناره. المهندس بريء، قال يروح يسوي خيمه علينا دعوه عم المهندس، لا هسه المهندس يجوز منتمي للاحزاب، طيب يا باجي يسوي لنا العداوة، فمن المتهم؟ المناره. احنا شنو اعتراضنا؟ المناره، اي المناره هي السبب. احنا وين الاعتراض؟ احنا بدنا نقول يا اخواني يا جماعه الخير، نعم صاير هسه صارت بنص الشارع، هسه احنا بدنا نقول اخواني طريقه الهدم غير لائقه غير حضاريه، يقول لي لا مو كانت سادة الشارع، أقول له يا عمي طريقة الهدم طريقة غوغائية، بلك هاي ما تستحق هاي الطابوقة، ذكر الله عليها 3 قرون وقت 300 سنة الله يذكرونه على فوق هالطابوقة، هاي خومة مثل طابوقة مال بيتي، هاي هم إلى كرام لأنه رفع اسم الله سبحانه وتعالى عليه، قال لا مو توسعة الطريق، وك يا عمي دا أقول لك عمي الله يرضى عنك، وك طريقة الهدم مو صحيحة، وك طريقة غوغائية، وك هاي طريقة مغولية بربرية همجية، دا أقول لك افتحها طابوقة اتأخر لك أسبوع زمان وشيلها دخلها بالباحة بالحرم بالحديقة مال الجامع، قال لا مو هي عمي مو توسعة الطريق الرسول أوصى بتوسعة الطريق، أنا أسولف وين وهو يسولف وين؟ لو هو مضروب برأسه لو أنا مضروب برأسي، وك أقول له عمي افتحها طابوقة ابن الحلال، وكو دخلها بالجامع، لا سويتوا انتم سويتوها طائفية، وك عمي مو طائفية، ولك عمي افتهم، دا اقول لك عيب، هاي مثل هاي الجرافات اللي سويتها، هاي جرافات الكيان الصهيوني اللي جرفون بها البيوت الفلسطينيين، مثل هاي الطريقة، ما يصير هيجي تقول لي لا مو سادة الطريق، يعني افتح ادري سادة الطريق، ايش بيها مضروب راسي، ادري بيها سادة الطريق، بس دا اقول لك وك بابا مو بهالطريقة، افتحها طابوقة عمي، احنا قبل 10 سنين رحت العمره لقيت هذه الاقواس الموجوده هسه بمكه استاذ انور، هاي الاقواس هاي بانيتها الدوله العثمانيه، هاي الدوله العثمانيه قبل 400 او 600 سنه عمرها، قال احنا خاطبوا الوقف التركي العثماني قال يابا احنا نريد نوسع الحرم المكي، قال والله يابا هذه اوقاف، سالنا هناك الاخوه القائمين قال اخي هذا الطابوق بالزمن الاوقاف الدوله العثمانيه وعليه احنا ما نريده يطلع من الحرم، هذا تفتخر به الدوله العثمانيه انذاك، سووا احنا لقينا مفلشين ولقينا لافين الطابوقه بلايلون اخضر وحاطين لها رقم، رجعوا الحرم وسعوا الحرم ورجعوا الطابوقات نفسيتهم، قال لك هذا هاي الطابوقه لها سمه مو نعبد الطابوق، بس هاي الطابوقة عمي هاي صار إلها عمر إلها رمزية إلها بس رمزية، فضيلتك واحد يقول لي هي فضيلتك أنا قريت التعليقات، نعم. بعض يقولون هذا مسجد ضرار لأنه جاي يضر الناس، البعض يقولون إحنا كنا نروح له ما نلقى مرة واحد كاتب
تعليق انه قايل رحت اصلي بيه ما لقيت بس نفرين، فليش هم يعني يعني هاي كلها انتهت قضاياهم بس بقت على هاي المناره؟ احكي بصراحه شنو مسجد ضرار؟ يعني هذا المسجد الان شنو ضرار؟ هو زي جاي يقطع الطريق، يقطع الطريق. شنو شلون يقطع الطريق يا اخي؟ ما جاي ما انا جاي اقول لك عمي نعم قاطع يا اخي، نعم عمي قاطع. انا هسه ايش قلت بالبدايه؟ على قلت المتهم الرئيسي المناره. لا ليش المتهم المناره الرئيسي؟ المتهم الرئيسي بس بسالك، ليش بسالك سؤال؟ هل المناره قبل الشارع ولا الشارع قبل المناره؟ حتى نعرف يا سيدي مو هاي ما نقدر لا هسه اذا اقول انا اذا اقول هذا خطا خطا المهندس بتخطيط العمراني قال لا ما يصير اطلع انا ما افتهم انا اطلع كروي انا اطلع متخلف محسن. ولذلك انا حتى اطلع من هاي البودقه انا ايش قلت؟ قاعد اقول السبب المناره دخلت نفسها بالشارع العمراني وحرجت المهندس. هو المهندس وين كان؟ إذن وين كان هذا المهندس؟ هاي 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 العمارة كانت قبل عمر جدة، قبل عمر جدة. بس هو هو هاي المنارة هسه وقعوها وقعوها بحفارة. هذا المهندس اللي هسه دا يجيب لنا هاي عمره 300 سنة وهو دا يبني لها هسه بناء ورا 3 سنين يقوم يخر. هذا هم مهندس وهذا مهندس بناها. خلي يستحون على أنفسهم، خلي يقولون إحنا عمي إحنا فاشلين، ما يستحون. هاي 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 الصور، هاي هاي الصور الكيان صهيوني. هاي هاي صور تل أبيب، هاي صور تل أبيب. استحوا على أنفسهم، ما استحوا من الله سبحانه وتعالى. إيش يسوون؟ جاي يتفرجون، واحد يقول حيل وواحد يقول والله عافية بالمحافظ. هي هاي السباعية، هي هاي السباعية المحافظ. والله فلش المنارة، دقل لك فلشها طابوقة طابوقة ورجعها من الشارع وجايب الحفارة وجاي تدفعها. هي هاي السباعية، هي هاي شطارة. وين والهندسة؟ وقالت البلدية وردت البلدية وردت كليات الهندسة. وكشان استحاتوا، وكشان استحاتوا على أنفسكم. بس مهندس التفليش ما يعرف يبني. طيب بالمقابل يعني فضيلتك أريد أسألك سؤال. المحافظ طلع يقول أنا أخذت موافقة الديوان، ديوان وقف السن. إذن هو البارحة من الاجتماع ويا زينب التميمية المستشارة مع الرئيس الحلبوسي قالوا والله أنا أخذت الموافقة مالتهم. قالوا لي هد أي والوقف والوقف السني والوقف السني أحد العيدان المسؤولية. نعم والوقف السني والوقف السني طلع رئيس الديوان والوقف السني يقول إحنا اتفقنا ويا السيد المحافظ على أن تأتي شركة تركية تقطع المنارة إلى 4 أجزاء ثم تنقل باحترام واحترام لائق ثم تدخل في باحة المسجد. هذا رئيس الديوان، هاي هذا تصريحه يقول ما قلنا له عمي جيب لك حفارة وهديمها قدام هيجي. يا أخي ثانيا هاي تراثي ومو هذا تراث يعني لأهل البصرة للعراقيين جميعا. ما محترمين إحنا هسه، حتى قدسية ما محترمينها. يا هسه يا أخي ما أعرف إحنا جاي نعيش هسه. أنا قلت أنا قبل يومين 3 أيام أنا نزلت فيديو وأنا قلت للمحافظ قلت بالله عليك الآن لو أكو عندك كرك أو مسحة من جدك عمرها 100 سنة مو 300 سنة تطلع بالشارع هيجي تكسرها؟ لا كان حطه بالمضيف وقال كرك جد. اي واحد وانا قلت له عمرها 100 مو انا مو جاي اقول لك 300 سنه وقلت له لو عندك ستره مال جدك هسه ستره مال جدك لو البرده ومال جدك بالله عليك تروح تكسرها؟ بعدين قلت له انت هسه عندك تحفيات بالبيت قم طلعها كسرها بالشارع مو اذا مو قلبك اللي يجمعك تحفيات. زين ليش هيك؟ ليش هيك؟ زين مو انت مهندس؟ مو انت عود محافظ؟ انت مهندس يعني تلعد ايش حال ما عنده شهاده؟ ليش هيجي؟ مو انت متعلم؟ انت محافظ يصرح لك شيخ؟ هاي مو السواية مال شيخ. الشيخ يكون اسمه، الشيخ تفكيره اوسع، الشيخ تفكيره متقدم. مو هيجي، هاي مو مشيخة، هاي ما هاي ما هاي عيب، هاي إهانة وما نرضاها. لا الكنيسة ولا الحسينية ما نرضاها، ما نرضاها، عيب. للأسف والله. بس يعني بالمقابل يعني فضيلتك ليش شفنا؟ انا جاي اقرا لك هسه التعليقات. يقول لك ليش انتم يا اهل السنه والجماعه شغلتوا العام صاركم 4 أيام على المناره وما اهتميتوا لالاف
من أهل السنة والجماعة صار لهم على الأقل 10 سنين لو مغيبين لو بالسجون بتهم مخبر سري. أشو ذولك ما هزك؟ ليش مو جاي نحكي مو الله يقول؟ مو الله يقول لهدموا الكعبة أو بيته أسهل يعني أبسط عنده من سفك دم. هاي مريودة وهاي مريودة عمي ليش إحنا ذولك عايفينهم؟ إحنا ذولك عايفينهم عم أهل السنة إحنا عايفينهم لو جاي نصيح لو هي المسألة مو يم الحكومة يقول لك عم تقول له أنت أبو الأنبار يقول لك عمي ما عنده تصريح أمني. غير توافق إلى بغداد ليش يا العالم إحنا متونسين إحنا مو جاي نقول عمي خل رجع النازحين هذاك المحافظ لا سوى الجماعة جرف الصغر سوى لهم كرفانات لأن عيس صاروا 18-17 سنة قاعدين بهالخيام قال لك عمي رح نسوي لهم خيام كرفانات ونسوي لهم مدارس إلى أن الله يفتح عليهم غير ناخذ تصريح من الحكومة ما يصير هيجي أنا قاعد للنازحين بكوك أنا مو جاي صيح مو جاي نقول عمي رجعوا النازحين عمي ولدهم ترى راح يصيرون دواعش هذا إذا كبر يقول عمي انت معا خليت امي واختي هنا أنا بالشوارع شو تريده من عنده يصير وطني لا يراح يكفر بيكم ما يصير ايش احنا مودا نقول عمي رجعوهم عاوهم نسوي لهم اماكن للنقاهة نغسل نخليهم وطنيين نخليهم يمتزجون بالشعب ابوهم غلط اخوهم غلط اخوهم انا وكل عائلتي صاروا كلهم مجرمين وانا قلت عمي اذن البنات اللي قبل 7 سنين 8 سنين طلع عمي لقيت عمرهم 20 سنة بخيام ما عتلها لا صداد ولا رداد وجا نقول عمي هاي شرفكم هاي اعراضكم يا عراقيين استحوا ولكم عمي رجعوا العالم لبيوتها ابوهم مخو شادمي خلى يطلع اخوهم مخو شادمي المرة خلى يطلع اخوها خلى ترجع على جهالها مو جاي نصلح الحكومة يقول لك عمي تشريع ماكو واليوم وباكر والتدقيق الأمني وذولا جماعة صلاح الدين لحد الآن ما رجعوا تدقيق أمني والله لك يوم عمي واحد صلاح الدين والله قال لي عمي عندي قلنطوز أشجار هاي مال كالبتوز يقول والله عمي والله سعد أنور والله يقول عندي أشجار مال كالبتوز يقول قطعتها يقول من ضامي جتني إحدى الميليشيات قالت بنوس ناخذ وياك وين يروحوا أنت العالم بنس يقول شجرة عمي شجرة قصاتها يقول بنس سيري داخذوا يعي وين أروح يقول وين أطي وجهي افتليت أنا صرت بصلاح الدين افتليت عمي يقول أنا طببت الدواعش أنا قلت للحكومة قلت لهم حوف استحكم يا جيش وحوفوا طول الدواعش يعني ما يصير مو يا عمو حامدنا مو هاي هسه أنا قابل مفتكر مربى المشمش لو كل الدولة تدري بيها مو كلها تدري بيها القائد العام يقول لك عوف استحك وامشي لابو البي كيسي عوف الترسانة العسكرية وشو هربوا والله والدواعش مو اجوا الدواعش اجوا طبعا اجوا الدواعش غير بتمهيد غير من مهد لهم من يقول له عوف استحك والمن يعوفه المن الفلان حتى يستلم الداعشي زين الباصات الخضر مو كانوا يدلبون بهن على الحدود لك يوم من يوم درعا راد يطببون علينا جماعة حزب الله من 2018 يفترون بهم ومع عوائلهم صحيح مو هيجي زلان جايبهم الدواعش حاطم بالباصات الخضر هو ومرته ونسوانه النبري فوق ضامي النبري يدخلهم على العراق هو عالي جايب لهم باصه خضر وافتر بيه يقول لك انت جبت الداعش اي مو انت جاي تفترون بهم اي ليش كلمه الحق الزعل يا عمي لا عمي ما زعل بس احنا بدك اهدى شويه حتى ينفجر اهدى شويه اهدى لانه حتى الرسائل هم يفهموها وتوصلهم انه للجميع احنا يعني شوف والله يشهد الله عليه أول شيء محافظ البصرة أردح شيء رسالة محافظ البصرة إحنا كنا داعمين إلى يعني خل أهل البصرة اللي يحبوه تحديدا لأن أنا شايف أكو نوعين تعال لي زبي المخرج خلي الرجل حتى يشرب مي يعني محافظ البصرة أكو نوعين من أو أكو فريقين فريق يحبوه ويقدروه ويتعاملوا وياه وأكو فريق لا يقول لك والله يا أخوي كل شيء ما قدم لنا تعال شوف البصرة أنا قريت رسائل يقول لي تعال شوف البصرة انت تقول علي شيخ وهو مع الاحترام له هو شيخ ومحترم وكبير ربعه والناس تحبه وتحترمه هذا الخصوصيات تحطها عصر بس يقول لك تعال شوفه ما قدم شيء هذا فريق وفريق اخر يقول لك لا والله عمي هو شيخ البصره واللي يشتغل صح والطريق كان مسدود ورادي بعد المناره وانتظر عليهم سنه واربع اشهر ايش تنتظروا يعني ايش تريدوا من عنده احنا جاي نقول احنا ليش يصير التصرفات مرات غير محسوبه وانما يفترض اخي الشيخ اسعد العيداني حتى لو اذا الوقف مطلع هيك موافقه لك حتى لو انت منتظر
اللجنة المختصة ما طلعت لك بموقف، تطلع أنت صورة وصوت. هسا مد إحنا إلك ناصحين، الدين نصيحة. إحنا ما عندنا مشكلة شخصية ويا أسعد العيداني، مع الاحترام له أنا على المستوى الشخصي أحترمه وعزه وما عندي أي شيء مشكلة وياه، بس يا أخي الإدارة يراد لها أصول. بمعنى شنو؟ شفت المشكلة بها جنبة معين راح أسوي لك مشاكل، أطلع صورة وصوت أقول يا جماعة السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا انتظرت سنة وأربعة أشهر ما حد حل لي إياها، أنا باكر الساعة 9 راح أروح أهد المنارة، منا الباكر الساعة 9 إلقوا موقف، لو تقولوا لي هد لو تقولوا لي لا تهد، لأن صبرت لكم هواية. شو رأيك بالله لو مسوي الشكل؟ أمانة الله يا شيخ أسعد، لو مسويها مو كان أفضل من كل الكلام؟ أمانة الله يا شيخ أسعد، مو كان أفضل لك؟ أنا ناصح لك، أنت أخوي. فضيلتك التشريع تعليقك تعقيبك. استاذ انور، احنا استاذ انور احنا مو ضد احنا مو ضد الازاله، الله يرضى عنك، احنا مو ضد الازاله، احنا لكن احنا الطريقه مو الطريقه غير محترمه. هو جاي نقول احنا بدنا نقول لك عمي زيلها، احنا بدنا نقول عمي مو احنا بدنا نقول عمي هاي عيب، هاي مو عيب، احنا بدنا نقول هذا مكان ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه 300 سنه، هم يحترم، عم يزيلوها، جيبون عمال، نجيب لنا خلفه من ذول ولدنا هسه بالمصدر القاعدين يفلوها باسبوع زمان يحولوها جوف فضت راحتها. وابوك الله يرحمه ليش الا بالشفلات؟ لا ما يخالف يا هاي سبب حساسيه، ليش الشكل يعني؟ طيب انا اريد نوجه بوجودك، احنا سوي لي كابشن دكتور علي زكي، استوديو التاسعه يوجه دعوه إلى محافظ البصرة الشيخ أسعد العيداني ليكون ضيفا كريما في البرنامج بأي وقت يختار. تعال احكينا أفهمنا يعني حتى نفتهم، إذا الوقف بيه مشاكل يا أخي الوقف منه قال ما بيه مشاكل؟ والله بيه مليون مشكلة، والله العلي العظيم. يعني من نشوف الوقف السني على مدى كل السنوات كله مشاكل، كله مشاكل، مو الآن بوقت مشعان الخزرجي، لا والله عمي صار له بحدود أكثر من 10 سنين. ليش فضيلة الشيخ شنو هالمشاكل؟ مختلفين على شنو الجماعة؟ ولاد ولاد كل واحد عنده ولاد، اي الوقف في عده مؤسسات والدين بي ولاءات وفي عده دوائر الدين بي ولاءات. هسه الدين بي ولاءات، هسه الدين بي ولاءات، اي الدين الان بي ولاءات، وهسه احنا حتى الوقف اللي عندنا موجودين هسه انا والمدراء العامين دي يشوفون ودي يشاهدون، انا ما داري اجامل هاي عيب علي قدام العالم، الا احنا حتى الوقوف عندنا كل دائره لها ولاء خاص، ايش اسمه لها الدائره الفلانيه، ما راح تذكر الاسماء حتى لا يتحرجون، بس راح تعدد الدائره الفلانيه ولاءها للشخص الفلاني والشيخ الفلاني، الدائره الفلانيه تابعه للحزب الفلاني، الدائره الفلانيه هكذا، وكل واحد هسه دوائرنا بالوقوف كل وحده لها ولاء خاص، مدير عامها الى ولاء خاص للجهه اللي جابته وداعمته وحاطته بهذا المكان. عمي صح يا مشايخنا، لو انا حكيت الباطل، اذا حكيت باطل ردوني قدام العالم. طيب هاي حلال ولا حرام بدينيا؟ والله هذا حرام، هذا حرام، هاي عيب، هاي عيب، لكن احنا يقول لك احنا هاي مفروضه، احنا شو سواك يعني مدير عام تجيبه جهه الفلانيه يقول لك انا مفروض علي، انا شو اسوي؟ طيب اكو قوه تجيبه وتفرضه بهذا المكان. فضيلتك عندي استفسار، تجيبه افترض بهذا. عندي استفسار على الأوقاف، وأعني الآن تحديد الوقف السني والوقف الشيعي. هو الأوقاف الشيعية أنا ما أعرف هي يعني هل هي نفس الشروط المطبقة؟ يعني إحنا نسمع أو نعرف أو نقرأ أنه الوقف شرط الواقف، أنه هو مخلي يعني. طيب أنا أرد أسأل، بما أن هاي أوقاف أموالها وين تروح؟ أنا شو عمري جبنا سوية بالله نيا أرد أسأله فضيلتك، أشو أنا عمري ما سمعت أنه مثلا فقير قال والله أنا انطاني الوقف السني أو الشيعي، ما شفت واحد طالب مثلا قال يابا أنا ببعثة دراسية دزني الوقف السني أو الشيعي، ما شفت لي مثلا واحد متميز وقال يا عمي أنا ادعمني الوقف السني أو الشيعي، ما شفت لي يتيمة قالت والله عمي أنا ادعمني الوقف السني أو الشيعي، ما شفت لي مهجرة قالت أنا واقف لدعم الوقف السني أو الشيعي، ما شفت لي مرية مضطرة توقف بالديوانية
ومتلثمات امهاتنا وبالرميثه وهذا ويدورن الساعه 5 الصبح يطلعان بالمئات حتى الناس تحسن عليهن. ما سمعنا قال الوقف الشيعي او الوقف السني وقف لهن بنات زيابز وغيرهن. الفلوس وين تروح؟ امانه الله الفلوس لعد وين تروح؟ الفلوس وين تروح؟ من تجي فلوس وين تروح الوارده؟ هو استاذ انور يعني انا اذا اتكلم انا حقيقه انا يعني ما اتكلم مو من الجانب الاداري، يعني انا تدري مو اداري، احنا وظيفتنا كدينيين، بس انا حتى مو دفاعا عنه بس لازم الحق يقال. وتدري هذه هاي الاسئله لابد يجاوب عليها مثلا مدير الاستثمار، مدير عام الاستثمار. لا بس انت مريت بك حاله فضيلته، انا انت من الناس. انا مريت، ما حد قال لك؟ نعم نعم مرينا. نعم تفضل. لا 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 موجوده هي. لا استاذ هاي موجوده، يعني هو اكو الوقف اكو عنده بعثات مرت اللاب قسم بهم بالأسهار، قسم بهم خارج القطر، أكو يسوون رواتب حقيقة لبعض الأرامل والناس التعبانين. لكن يا أستاذ من يصير راتب 50,000 أو 45,000 دينار، هي 45,000 دينار شو طيب من جرح؟ مو هي هاي المسألة. زين أنت مثلا طالب يعطونا مثلا فد مبلغ 100-200,000 دينار أو متبرع له بس مثلا بالسكن، طبعا ما يتطور يا أخي الكريم. يعني هسه مثل راتب موظف، هو موظف مثلا يعطونا 400-500,000 دينار وعنده كذا أطفال، ما وتقول له بنهاية عمره تقول له شو؟ لا ما لا بنيت لك بيت، لا اشتريت لك سيارة زينة. يا أبوك هو أنا عمي هن يا دوبك ما يوصلن 20 يوم، شلون أكمل؟ نعم إحنا دا نقول لك أكو بالوقف أكو طلاب يطلعون خارج القطر ويطوهم، لكن أعطيات سد الرمق، وأكو يعني أعطيات للحالات الفقيرة والناس التعبانين، بس ما ترقى ترتقي إلى درجة أنه الرفاهية، يعني تبني لبيت تؤويه، يعني نقول يطلع من عنق الزجاجة. ما هاي بعدها لحد الآن دعوات، يعني 50,000 دينار 75,000 دينار ما تسوي شيء. ولذلك الظل يعني انت مثل ذاب هالجلاس مال ما يفشط، ما يبين. يعني ليش لذلك يعني الوقف يعني الوقف اي وقف ما يطلع له بالسنه 5 مليارات دولار من هالاوقاف الكثيره الموجوده؟ ايوه والله يا استاذ احنا الوقف هو الوقف ليش لا ده يطلع؟ هسه احنا مو عندنا ذاك رئيس الديوان اللي اشترى لنا ذاك الفندق، الفندق الخير والبركه الخزان اللي كسر وجوهنا به ب 47 مليار طلع سبه هذا. هي استاذ مو احنا والله مو يعني مو الجرح غائر. انا بدي اسالك فضيلتك، هل مرحله يعني تحس انه صار كثير مشاكل؟ يعني البطريرك ساكو سوى له مشكله وغادر بغداد الى اربيل، الباقي مشاكل ويا شنو الامور؟ يعني ليش هدي يصير؟ ليش كل ما يعني راح نقترب الانتخابات المحليه لازم يصير تاجيج لهي الموضوعات؟ شايف انت؟ والله هو اولا اني بالنسبه لحضره الكاردينال لويس ساكو، اولا اني اوجه له دعوه من منبر قناة الفلوجة المحترمة الراقية الرائعة. أنا صورت أنه أنا صورت أنه أوصل الجمعة وأوصل لهذه الرسالة، لكنه أعجلنا القدر أنه الآن أنه يصير على منبركم وعلى منبر الجامع. أولا أنا خاطبوني وصارت عندي اتصالات مع الأخوة المسيحيين في حتى في لندن، وقسم من المسيحيين الموجودين داخل العراق، وقالوا والله بالصريح العبارة يا شيخ عدا افزعنا. قلت والله أولا عيب على الحكومة حضرة الكاردينال لويس ساكو يطلع من بغداد، وأنا من منبر الفلوجة الآن مو كلام دعائية أو كلام دعائي أو إعلامي، أنا من الآن أقول يا سيد لويس ساكو يا حضرة الكاردينال. نعم يا حضرة الكاردينال، أني تجي يمي بيت خاص إلك وأولادي إلك حماية يمي بالمسجد معزز مكرم، وعيب على مدى أقولها هذا المسلم الحقيقي هذا المسلم الحقيقي والله أبو عزة أبو عزة أبو عزة وأقولها مو للإعلام، أريد هسه يعني أنا أطلع منها هسه من الحلقة أخذ حضرة الكاردينال يمي هو وعائلته بيت خاص إله وأولادي إلى حماية وأنا حماية على بابه. عيب على بغداد تطلع حضرة الكاردينال، والله عيب لأنه هذه شخصية وطنية، هذا رجال يحمل شهادات دكتوراه 2
ما طلعت من عند العايبة وما طلعت من عند العايزة، لأنه لكن هو وطني. لكن يوم قال على شخص هو ذكره بالإعلام، قال إحنا هذا قاتل مأجور، هذا ما يمثل المسيحيين، هذا نهب أموال المسيحيين، هذا أكل أموال وأوقاف المسيحيين كلها. المسيح ده يطلعونه برا، إذا بيته مليار يشترون من عنده 200 مليون وتاليها يأخذ هو بيته. يعني كبدا رجل وطني قال عمي هذا ولا قاتلين، هذا قاتل مأجور، ما يمثل المسيحيين، ما يمثل المسيحيين. ابتلى يعني الرجل حتى كلمة الحق بعد ما حد يسمعها. وعيب على بغداد، عيب على بغداد والله، عيب على حكومة بغداد، عيب على رئيس الجمهورية، وعيب على السيد رئيس القضاء الأعلى ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، وعيب على كل العراقيين والمعممين إيش سنة وإيش يعني يطلع الكاردينال من بغداد بهذه الطريقة. والله عيب، هؤلاء أهل الذمة، هؤلاء لقد حفظ ذمتهم الإسلام، هؤلاء ما ممكن يطلعون هيك. هذول نسابة محمد صلى الله عليه وسلم، هاي بنتهم ماريا القبطية، هاي أم إبراهيم التي أنجب منها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام هيك يقول لنا. وعيب على بغداد، وعيب على رئيس الجمهورية يتصرف. لا احنا بس عيب والله، عيب والله، فضيلتك فضيلتك بس طول بالك. يعني إن شاء الله سيد رئيس الجمهورية ما يقصر، هو اليوم التقى ممثل الباب الفاتيكان في بغداد، وقلت لك هو يجوز رئيس الجمهورية لأن الأمر صار له 10 سنين، فيجوز رئيس الجمهورية أكو حيثيات معينة ما يدري بيها. فإحنا أمننا وندعو سيد رئيس الجمهورية إلى الإسراع بأنه بالفعل أن يكون، وإحنا ندعو والله. هو نيافة الكاردينال على ما أعتقد الآن هو باسطنبول وراح يرجع الأربيل اليوم او باكر، هيك اللي فهمت. احنا نريد لا يرجع لبغداد ويصير استقبال رسمي، وكل رجال الدين سنه وشيعه يطلعون يستقبلون ويا رجال الدين المسيحي، لان احنا كنا اخوه وكنا ابناء هذا البلد. فاحنا ندعو انا استقبله بالمطار ولي الشرف. الله يبارك فيك. فاحنا ندعو، احنا بدل ما نقول عيب نقول يعني يا سياده الرئيس، سيد رئيس جمهورية نرجوك أن تبادر لوقت هذه الفتنة، شو رأيك؟ أستاذ أنور، يعني هو يحتاج، يا أستاذ أنور يحتاج مهذا من أبناء البلد، يحتاج أنا أجيب لك هسه. لا أستاذ أنور يا أبو عزة، يعني يحتاج هذا ابن البلد، يحتاج أنا أجيب لك هسه ناس تأثر عليك؟ مو عيب يعني، ما يحتاج يفترض انه انت تبادر. انا الا لا ان شاء الله احنا بدنا، احنا كلنا اخوه. انا ليش اللي اجيب ابو، انا ليش اجيب ابو الفاتيكان ياثر علي؟ ليش احنا ما ناثر؟ اجى استفسر. لا 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 اجى استفسر، اجى استفسر صراحه. مو احنا صار لنا اسبوع، مو احنا لا لا امانه الله مو ياثر، نقول للرئيس لا لا امانه الله مو ياثر. اجى استفسر شنو الموضوع تدري، لانه انت هذا المنصب بابوي، يعني هذا مثل ما نقول معتمد المرجعيه بالعراق هالشكل يعني. فهو ده يقول له يا بابا الفاتيكان ده يسأل شو الموضوع. لكن احنا سيد رئيس الجمهورية ننتظر منه موقف انه يقول لا والله يرجع البغداد ومعزز مكرم وكل شيء ينتهي. وهاي دعوتك اليوم دعوة كريمة انه والله ما نقبل احنا، وهذا يعني عشمنا احنا برئيس الجمهورية والله، وهذا عشمنا برئيس الجمهورية والله، عشمنا برئيس الجمهورية. اولا هم يرفع راسنا العراقيين قدام العالم جميعا ان شاء الله، واحنا عشمنا برئيس الجمهورية ان يرجع حضر الكاردينال. والله رجل انا ما اعرفه ولا عندي عمي عمل وياه مشترك، لكن والله انا احس انا وياه ممتاز اخوه بالوطنية. بارك الله بك. هذا الاسلام الحقيقي، واقول اهلا وسهلا. هذا الاسلام الحقيقي. فضيلتك انا سعيد ان التقيك، فضيلتك هذه رسائلك إن شاء الله تصل إلى الجميع. إحنا نحتاج نجمع لا نفرق، نحنن لا نجنن، نبيض لا نسود، وهذا واجبنا وهذا ديننا. وإن شاء الله يا رب توصل هالرسائل. فضيلة الشيخ عداي الغريري، سعيد أن ألتقيكم وهذا المساء، وشكرا لوجودكم، وشكرا لكم مشاهدينا. رصدنا مستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. حمداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو تشاو تشاو، انور كاشفهم صوته لاعبهم وما قدروا يسكتون. الساعة 9 حمداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو تشاو تشاو، انور كاشفهم صوته لاعبهم وما قدروا يسكتون. حتى الظالم صوت المواطن بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو تشاو تشاو، صوت المواطن يتحدث.
حتى الظالم وما قدر.